شايف تشكيلة أوسوريو لمباراة زي مباراة بكرة، عندك غيابات كتيرة في صحيح. المباراة، بيجيب زيزو، فتوح، سيف الدين الجزيري اللي عواد خرج بره القايمة، سامسون أكينيولا بقاله كده ماتشين برضو فنيا خارج حسابات أوسوريو، وعندك عبد الله جمعة بيجيب، في غيابات كتيرة بخلاف طبعا الغيابات الطويلة زي الونشي ربنا يرجعه إن شاء بالسلامة. الله. ازاي الفرقة تتعامل مع الغيابات دي؟ شوف، هو طبعا الغيابات كلها يمكن بقى لها فتره، يعني زيزو فتوح هو هيبقوا مؤثرين طبعا في مباراه بكره، ولكن هما من مباراه جيبوتي وهم متاثرين بالاصابه بتاعتهم سواء فتوح او زيزو، فغيابهم هيبقى مؤثر فنيا على نادي الزمالك في مباراه بكره. ايوه هيبقى مؤثر، ولكن هو الغريب شويه هو سيف الجزيري، لان اللي مكتوب ان هو غايب لاسباب فنيه، فانا مش عارف ايه هي الاسباب الفنيه، ولكن انا اتوقع ان سيف الجزيري هيبقى من المؤثرين في مباراه بكره، وانا مش عارف الحقيقه هو طلع ليه بره القايمه. هو بيقولوا وجهه نظر فنيه، يعني زي سامسون اكينيولا في التدريبات لم يقنع اوسوريو انه يدخله قايمه المباراه، نفس الكلام سيف. انت شايف ده ممكن يكون مثلا بيرجع لارهاق؟ سيف الجزيري في المباراه الاخيره مثلا خرج في الدقيقه حاجه و60 فبرضه ما قدرش يكمل، هل ممكن يكون مرهق بدنيا؟ فتره الاعداد القليله ما خلتش اللعيبه تجيب فورمتها البدنيه؟ لا هو يعني ما اظنش ان الموضوع بدني، هو الموضوع بيقول انه فني، وفني سيف الجزيري هو من الركائز الاساسيه في الفريق نادي الزمالك الفتره الاخيره. سيف الجزيري كان بيخرج برضه، يعني كان بيلعب المباراه بيبدا وساعات بيخرج، ساعات كتيره اوقات كتيره كان بيخرج سواء مع اوسوريو او مع فيريرا. فالحقيقه يعني انا مش لاقي لها تفسير ان سيف الجزيري بره، خصوصا ان هو من اسبوع كان بيلعب مباراة جيبوتي، فأنا مش عارف هو طلعه ليه، وخصوصا كمان إن أنت عندك برضو ما عندكش اللعيبة الكتيرة اللي ممكن تفاضل بينها فنية في المركز ده. هو اللي معاه ناصر منسي ومعاه علي ياسر وده ناشئ ومعاه سامسون، فكان دايما سيف الجزيري هو بيبقى نمرة واحد، لكن ما توقعش إن الموضوع فني بحت. يعني أنا لا، هو زيزو مش عارف بسبب الإيقاف واخد 3 إنذارات في الموسم اللي فات، حاتم سكر برضو بيغيب عشان اتطرد في اخر مباراه من فاركو، عبد الله جمعه عدم كماليه عمل عدم الجاهزيه الفنيه، الراجل رجع خف من الاصابه اللي عنده ولكن لسه ما اكتملش جاهزيته يعني بشكل 100%، سامسون اكينيولا وجهه نظر فنيه ونفس الكلام بالنسبه لسيف الجزيري. يعني كل دول ماشي، ولكن هو علامه الاستفهام شويه على سيف الجزيري، لان زي ما قلت لك ان سيف كان من اسبوع مشارك في مباراه جيبوتي، فمش هيلحق يتاثر بدنيا، هو زيه زي اللعيبه بدا فتره الاعداد او فتره الاعداد صغيره، وزي ما قلنا ان 13 يوم منهم مباراتين كانت الموضوع صعب، ولكن هنعوضها بكثره المباريات، والمباريات تدخل الحاله الفنيه وتعوض الحاله الفنيه. فاتمنى ان شاء الله يبقى غيابه مش مؤثر بكره سيف الجزيري، ويبقى متواجد ان شاء الله مع الفرقه في المباراه اللي جايه. طب رايك في قائمه المباراه اللي هتخوض مباراه بيراميدز بكره؟ يعني هي عندك في خط الهجوم مثلا لو اتكلمنا عن غياب سيف الدين الجزيري، فموجود علي ياسر، هو لعيب شاب وبقاله فتره بيتمرن مع اسوري، وموجود طبعا ناصر منسي. مظبوط، يعني يمكن القائمه يعني في وسط ملعب دونجا وسيسي ورؤى وبيسو واوباما ونيمار وايشو وشيكا ونضاي وشلبي، يعني المجموعه دي يمكن ما خرجش منهم حد الفتره اللي فاتت، دايما هم اللي متواجدين. برضو في خط الدفاع المسلوسي وعمر جابر دخل لانه كان بيقولوا ان هو كان عنده نزله برد المباراه اللي فاتت، فالحمد لله تمثل الشفاء ودخل. محمود علاء وعندنا عبد الغني وحسام عبد المجيد والزناري ومحمد طارق وعبد الشافي، يمكن برضو عبد الشافي دخوله ده هيساعد ان شاء الله بكره مع الفريق من خلال بدايه المباراه. ما خرجش القائمه من حد غير بقول لك ان هو سيف الجزيري ممكن يكون شويه اللي هو علامه استفهام على غيابه. يعني شايف لو في تشكيل بكره انت من وجهه نظرك حته الشمال دي يلعب فيها مين؟ كابتن محمد عبد الشافي ياخد من بدايه المباراه؟ طبعا، يعني لو اوسوريو هيلعب بثلاثه من الخط اللي تحت لازم عبد الشافي يبقى موجود، لو هيلعب باربعه يبقى لابد من وجود برضه عبد الشافي سواء في ثلاثة أو في أربعة، فأنا أظن إن عبد الشافي هيبقى من إن شاء الله اللعيبة اللي بادئة بكرة بإذن الله وربنا يوفقه. شايف شكل التشكيل المتوقع اللي في مخيلتك يبدأ إيه بكرة؟ من وجهة نظر يعني لو هيلعب بأربعة من تحت مش هيخرج عن المسلوسي عبد الغني حسام عبد المجيد عبد الشافي الأربعة اللي من تحت، هيلعب بثلاثة في نص الملعب، يبقى دونجا قدام الأربعة علشان يبقى ليبرو لنص الملعب، وهيبقى من الاثنين اللي بيشتغلوا 8 عمر جابر
واوباما، ويلعب بثلاثه من قدام، ممكن يحط شيكا ناحيه الشمال ويلعب بنضاي فروت صريح وعلى شماله شلبي، وممكن يحط ناصر منسي ويلعب بنضاي ناحيه اليمين وشلبي ناحيه الشمال، او شيكا ناحيه اليمين ويقعد نضاي دكه، او يقعد شيكابالا ويلعب بنضاي، او ممكن يحط زي ما قلت لك نضاي فروت صريح ويقعد ناصر منسي يبقى معاه على الدكه. شايف ان دي التشكيله بالنسبه لك دي وجهه نظر انسب حاجه يعني؟ طيب انسب حاجه تبتدي المباراه ده بالنسبه دي. كمان لرؤيه وطريقه اسوري بالظبط. خلي بالك ناس كتير جت بتقول لك وسط ملعب بيراميدز قوي جدا، صحيح، على الاقل في تشكيله كابتن محمد صبري مثلا 6 وثمانيتين، صحيح، عمر جابر اوباما وتحتيهم 6 دونجا. في ناس بتقول لك لا نلعب بستتين وثمانية عشان يبقى عندك استخلاص للكرة بشكل سريع في ظل ان عندك نص ملعب هتواجهه قوي جدا جدا جدا. شوف هو الطريقة الرقمية 4-3-3 4-2-3-1 3-3-3 ايا كان المسمى بتاع الطريقة، ولكن اهم ما في الطريقة اهم من الطريقة الافراد اللي انت هتحطهم، وانت حاطط الافراد دي ليه؟ علشان انت زي ما انت قلت نص الملعب عندهم بيلعب بلاتي توريه، وبيلعب من قدامه وليد الكارتي، ودخل النهارده عبد الله السعيد كمان وبيشتغل كمان بمهند لاشين، فعنده من القدرات والامكانيات في نص الملعب لعيبه كويسه جدا، تحركاتها كويسه جدا، بيقدروا يعملوا الوصله بين الدفاع وبالهجوم، وبيشتغلوا النواحي الهجوميه كمان مع الثلاثه اللي من قدام، وبيخشوا بيهم جوه ال 18. فاذا لازم تواجه نص الملعب بلعيبه قدراتها تقدر تشتغل مع الثلاثه دول بشكل جيد في النواحي الدفاعيه. فانا شايف ان الانسب عمر جابر اوباما علشان يشتغلوا مع بلاتي توريه ومهند لاشين، ودونجا يستنى الراجل وليد الكارتي اللي بيشتغل على طول مع الثلاثه اللي من قدام، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، او رمضان صبحي لسه داخل برضه، رمضان كان بيشتغل المباراه اللي فاتت بابراهيم عادل ناحيه الشمال، وبيلعب الراجل الفرود الجديد اللي هو فيستون مايلي، وبيقعد بره لاكاي ودودو الجباس. فاذا هو عنده رباعي في الخط الهجومي جيد جدا، لازم تقابله برباعي موجود في نادي الزمالك اللي هو موجود المسلوسي عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الشافي، ويبقى قدامهم دونجا علشان يستنى وليد الكارتي لو هيدخل بيه جوه ال 18 او هيستنى من بره ال 18، فيبقى دايما دونجا عينه على الراجل اللي هو اللي بيبقى قدام الاثنين اللي هو بلاتي توريه وهيبقى مهند لاشين، هيبقى وليد الكارتي او عبد الله السعيد، فلازم يبقى متفرغ له واحد علشان مش هيبقى متمركز في مكان اللي هيلعب في الحته دي سواء الكارتي او عبد الله السعيد، فتحط له واحد زي دونجا يقدر يشتغل معاه بشكل كويس جدا، ويبقى محدد ليه حاجه واحده بس، ان انت هتشتغل مع الراجل اللي هيجي لك من لما هم معاهم الكوره يجي لك في الخط اللي قدام، يبقى تشتغل معاه سواء الكارتي او عبد الله السعيد. من الحته اللي قدام عمر جابر واوباما يقدروا يشتغلوا مع بلاتي توريه ويشتغل مع مهند لاشين او الراجل الديفندر اللي هيلعب الثاني، فده انسب طريقه تشتغل بيها، ودي انسب اللعيبه اللي موجودين في القائمه ان انت تقدر تحطهم ويبداوا المباراه. لو خليتها ستتين وثمانيه هتخلي مين السته جنب دونجا في حاله ان انت عايز تستقبل اللعب؟ لان انت كده برضو لو حطيت ثمانيتين فانت رايح برضو بتعمل دفاع متقدم، بيبقى صعب جدا على النواحي الدفاعيه، وبيخلق مساحات لفرقه مش هتسمي، صحيح، فرقه بيراميدز اللي هتروح بيه هتبقى خطر جدا جدا. فمين الاثنين ممكن يلعبوا ستة؟ يعني لو لعب باثنين ستة هيبقى دونجا واحد من الاثنين، يا عمرو السيسي رؤى يا اما اشرف رؤى، فهيبقى الاثنين ستة ويبقى واحد قدامهم وليكن اوباما علشان يقدر يعمل لك الوصلة. ولكن الاثنين ستة هيعملوا لي مشكلة جوه المباراة. ازاي؟ الاثنين هيشتغلوا مع مين؟ هيشتغلوا مع واحد بس اللي هو وليد الكارتي او عبد الله السعيد اللي هو هيبقى قدام الاثنين الديفندرين بتوع بيراميدز. طب بيراميدز عندهم واحد كمان اللي هو مهند لاشين بيقدر يقوم بدور 8، لما هيجي لك مين اللي هيشتغل معاه؟ يبقى لازم انت محدد المراكز ومحدد الاماكن اللي هيشتغلوا فيها علشان تدي كل واحد مهمه واحده بس. ولكن لو سبتها الاثنين هيحصل حاجه اسمها تواكل. ممكن مين اللي يروح له؟ طب انا اللي اروح له، طب انت مش هتروح له، طب مين اللي هيروح له من ناحيه اليمين، طب مين هيروح له من ناحيه الشمال، فاذا هيبقى فيها لخبطه شويه ممكن تعمل لنا مشاكل. ولكن لما تحدد من البدايه ان الراجل اللي هيشتغل من قدام الاربعه دول دونجا وليكن دونجا او السيسي او رؤى او ايا كان منهم اللي هيشتغل قدام الاربعه دول، يبقى لازم عارف دوره المحدد ان هو هيشتغل مع الراجل اللي هيشتغل تحت الفرود من فريق بيراميدز اللي هو الكارتي او عبد الله السعيد. لكن لو فرقتها بين الاثنين ممكن ما تعمل لك مشكله، خصوصا الثالث بتاعهم مهند لاشين وبلاتي توري كمان
بيقوم بدور صانع لعب وبيقوم بادوار هجوميه شويه صغيره، ولكن برضه بيقوموا بالدور ده، فمش عايزهم يبقوا فاضيين علشان ما يعملوش مشكله للرباعي اللي من تحت في نادي الزمالك.